على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص النهار على الحياة فام في سانتي 5.0. صحتك بالدنيا دنيا. رجل حيث فم إذاعة القيروان الصحة، مرحبا بالناس اللي التحقتوا بنا في الاستماع على البوند فم 93، وما يوصلكم صوتنا. الناس الكل إن شاء الله بداية شهر تكون موفقة، شهر جديد هو شهر جوان، إن شاء الله يكون موفق للجميع إن شاء الله بالخير والرزق والبركة، خاصة بالصلاح والفلاح والنجاح في كل أموركم اللي تهمكم على الصعيد الشخصي وإلا الصعيد العائلي. احنا مواصلين معكم في سانتي 5.0 في مختلف الفقرات الصحية. من يملك الصحة يملك الأمل، ومن يملك الأمل يملك كل شيء. تتسويت مشي معكم للسمغ سمغ. في السمغ لليوم كالعادة نحكيه معكم على مختلف الأخبار اللي تهم الصحة متاعكم. منظمة الصحة العالمية تحكي على احتمال مرتفع لانتشار عدوى جدري القردة في أوروبا ودول أخرى خلال الصيف. أكثر من 6,372,000 يستكملوا التلقيح ضد كورونا، الأرقام هذه إلى حدود يوم أمس الاثنين. سينو من 23 ماي 2022 سجلنا 510 إصابة و8 وفيات بكورونا في تونس. نمشيوا معكم زادة مكملين في جائحة الكوفيد. ألمانيا ترفع في الأموال المرصودة لدعم الدولة التونسية، ونحكي لكم على يوم أمس الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التدخين، تأسيس التحالف التونسي ضد التدخين. معه نحكي لكم ونعطيكم بعض النصائح الطبية الهامة للحجيج قبل التحول إلى البقاع المقدسة، كيفاش لازمهم يتعاملوا والإجراءات اللي يقوموا بها قبل ما يتنقلوا. إن شاء الله يكون حج مبرور عليهم الناس الكل. سينون في ساعتنا الثانية في ألو دكتور باش يكون كيف العادة حاضرين معنا أهل الاختصاص. دكتور المنظر الغزي باش يحكي لكم على فقر الدم الأنيمي، أكيد حاجة شائعة ونسمعوا بها برشا. هل أنه يعتبر مرض وإلا لهذا أول سؤال النجم نطرحه؟ مشكلة يعني ومنها برشا من الناس. نحكي لكم في الأسباب الأعراض وطرق العلاج، وهل أنه فقر الدم ينجم يعتبر خطير وإلا لهذا باش نعرفوه بأكثر تفاصيل. تليفوناتكم على 70-35-120 وإلا 77-288-289. مرحبا بنوف الشرطاني في الأخراج التقني للحصة أحمد الشفر، بمأمن لكم الديجيتال ومري منصوري كوتي ميكرو. تقولكم مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى النص نهار، ممكن أزعلك رغب علي ما خليكم بغنشي على 93. مازلنا مواصلين معاكم المشوار في سانتي 5.0. سانتي 5.0. كيف العادة في التوقيت هذا نحاول نعملوا بكم دورة في مختلف الأخبار اللي تهم الصحة متاعكم. تتسويت في كواد نوف. كواد نوف سانتي. نبدأ بالشغل الشاغل لكل المواطنين كلكسوا في تونس وإلا على المستوى العالمي. جدري القرود، نحكي لكم على الصحة العالمية اللي تتحدث على احتمال مرتفع لانتشار عدوى جدري القردة في أوروبا ودول أخرى خاصة خلال فصل الصيف. وإن قال هانس غلوغ المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا أن المنظمة غير واثقة في المرحلة هذه من إمكانية احتواء انتشار جدري القردة بين البشر بشكل كامل، وأوضح أنه حتى إن الاستجابة الفعالة لتفشي جدري القردة ما تطلبش نفس الإجراءات الضخمة اللي كانت مطلوبة لمكافحة كوفيد 19 نظرا لأن الفيروس ينتشر بشكل خفيف. كان أضاف كلوغ في بيان صدر نهار 3 أنه يعتبر هذا مهم، وأنه ما يعرفوش حتى الآن ما إذا كان بإمكانهم احتواء انتشاره بشكل كامل للقيام بذلك، وأنهم يحتاجوا إلى خفض كبير وعاجل في حالات العدوى من خلال التواصل والتنسيق والعمل لقود المجتمع وعزل الحالات أثناء الفترة الماضية والتتبع والمراقبة الفعالة. كان أوضح أن انتشار الفيروس حدث على خلفية رفع قيود السفر اللي كانت مفروضة بسبب فيروس كورونا، وكان أضاف كلوغ أن احتمال انتشار العدوى في أوروبا ودول أخرى خلال هذا الصيف تقعد محتملة. تابع قال في الأشهر المقبلة باش يتوفر عشرات المهرجانات والحفلات الكبرى
مش تكون ظروف مواتية للزيادة في انتقال الفيروس. أما الأحداث هذا توفر زادة فرص كبيرة للتعامل بين الشباب النشطاء جنسيا لزيادة الوعي وتعزيز الحماية الفردية والعامة حسب وكالات هذا التقرير اللي كانت حث عليه والتصريح اللي كان صرح به هانز كلوغ المدير الأقليمي لمنظمة الصحة العالمية في خصوص جدري القردة. سينو مواصلين معاكم في مختلف الجوائح اللي قاعدة تجتاح العالم. نمشي بكم لجائحة كورونا. لإدارة جائحة كورونا ألمانيا ترفع في الأموال المرصودة لدعم الدولة التونسية، وين أعلنت سفارة ألمانيا بتونس أمس الثلاثاء عن ترفيع ألمانيا للأموال المرصودة لدعم تونس في مجال إدارة الجائحة إلى ما يزيد عن 94 مليون يورو، أي ما يعادل 305 مليون دينار. كانت بينت السفارة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك أن ألمانيا وعدت الحكومة التونسية بتمويل إضافي قدره 5.9 مليون يورو 10.9 مليون دينار باش تخصصوا لتعزيز القطاع الصحي من خلال المعدات وإلا التدريب وتوسيع منظومة إيفاكس الرقمية. زاد خصت التمويلات لإدخال نظام عفوا وإدارة وتحليل استجابة باش لتفشي المرض سورماس، وهو أداة رقمية تنجم تمكن ما لا يقل عن 450 مخبر تحاليل طبية ومصحات من الإبلاغ عن بياناتهم حول جائحة كوفيد 19 في الوقت الفعلي. نتائج الاختبار منها توفر أسرة العناية المركزة إلى آخره. زاد باش يتم توفير ما يقارب 5 مليون يورو أي 16.25 مليون دينار إضافية باش يعزوا الجانب اللوجستي للقاحات على المستوى المحلي. وهكا نكون عطيناكم زوز اخبار تقريبا فيما يخص الصحه. منظمه الصحه العالميه اللي كانت قالت احتمال مرتفع لانتشار عدوى جدري القرده خاصه في فصل الصيف فيما يخص الدول الاوروبيه. وزاد كيف بالنسبه لجائحه كوفيد المانيا ترفع في الاموال المرصوده لدعم الدوله التونسيه. وكانت هذه كوادنف. كوادنف صوتي. مازلنا مواصلين معكم المشوار في سنتي 5.0. نذكركم ساعتنا الثانية موضوعنا باش نحكيو على انيمي فقر الدم، هل انه مشكلة يعني منها برشا توانسة وإلا ليه الأسباب الأعراض والعلاج، وهل انه يعتبر مرض هو أو ليه وهو مرض خطير وإلا ليه. هذا باش نرحبوا بأكثر تفاصيل. تليفوناتكم على 70 35 120. سينو بعد بشوية نجيوكم بعض الأرقام فيما يخص جائحة كوفيد 19. سنتي 5.0. مختلف الأرقام الصحية الإحصائيات الأخيرة في شيفر سانتي. شيفر سانتي في شيفر سانتي لليوم باش نحكيو لكم على الكوفيد. أكثر من 6,372,000 استكملوا تلقيح ضد كورونا إلى غاية يوم أمس الاثنين في تونس، ونبلغ عدد الأشخاص اللي استكملوا التلقيح ضد كورونا 6,372,301 شخص منذ بدء الحملة الوطنية للتلقيح اللي انطلقت نهار 13 مارس 2021 إلى حدود 30 ماي الجاري حسب بلاغ أمس الثلاثاء لوزارة الصحة. وكان أضافت البلاغ أنه 4,684,192 شخص كانوا تلقوا زوز جرعات، فيما تلقى 1,688,109 أشخاص جرعة واحدة باعتبار اللقاح مكون من جرعة واحدة أو لشخص أصيب بالكورونا. وبلغ إجمالي الجرعات تقريبا 13,178,235 جرعة، منها 7,195,487 كجرعة أولى، و 4,684,192 جرعة ثانية، ومليون و 208,521 جرعة ثالثة، فيما ما تجاوزش عدد التلقيح بالنسبة للجرعة الرابعة 55,650. مكملين معكم في أرقام الكوفيد. نعطيكم أرقام من يوم 23 إلى 29 ماي 2022. سجلنا 510 إصابة و 8 وفيات بكورونا في تونس. أعلنت وزارة الصحة أمس الثلاثاء زيادة على تسجيل 8 حالات وفاة من 23 إلى 29 ماي الجاري، وهكا يكون ارتفع العدد الجملي للوفيات ل 28,641 حالة منذ بداية الجائحة. زادت تم تسجيل 510 إصابة جديدة بكورونا
في ذات التاريخ، وهكا ارتفع العدد الجملي للمصابين الى 1,042,872 اصابه، في حين ما تمش تسجيل 662 حاله تعافي، وهكا ارتفع العدد الجملي للمتعافين تقريبا 1,028,885. هذا ورد في رسم البياني لوزاره الصحه انه نسبه التحاليل الايجابيه من 23 الى 29 ماي الجاري 2021 كانت 2022 كانت بلغت 3.78%. ثم بعض الأرقام اللي أعطيناهم لكم بالنسبة لجائحة كورونا، كل كسوة من ناحية استكمال التلقيح، حدثناكم على 6,372,000 جرعة تلقيح تم استكمالها إلى حدود الثلاثاء، ومن 23 إلى 29 ماي فيما يخص تسجيل 510 إصابة و8 وفيات بكورونا في تونس، وكان هذا شيف سنتي. شيفر سانتي. مازلنا موصلين معاكم المشوار حتى نص النهار. بعد شوي نحكي لكم على أمس كان الاحتفال باليوم العالمي للأقلاع عن التدخين، نحكي لكم في تونس على تأسيس التحالف التونسي ضد التدخين. سينو في ساعتنا الثانية كيف العادة يكون حاضر معنا أهل الاختصاص دكتور منظر غزي طبيب صحة عمومية باش يحكي لكم على نيمي أو ما يعرف بفقر الدم. مرحبا بكم، وتليفوناتكم على 70 35 120 وإلى 77 88 89. أهم الأخبار اللي تهم مستوى الصحة متاعكم، خاصة في إطار الاحتفال أمس باليوم العالمي لمكافحة التدخين اللي كان يزامن معاه 31 ماي. نمشي معاكم تسويت في زوم سانتي. زوم سانتي. في زوم سنتين نحكي لكم على تأسيس التحالف التونسي ضد التدخين، وين تأسس أمس الثلاثاء بمقر منظمة الصحة العالمية مكتب تونس التحالف التونسي ضد التدخين، وهو يعتبر أول تحالف مدني لمكافحة التدخين يضم 9 جمعيات تونسية. جاء تأسيس التحالف تزامنا مع احتفال تونس كسائر بلدان العالم باليوم العالمي للامتناع عن التدخين الموافق كما قلنا لكم قبيلة بشوية لنهار 31 ماي من كل عام. يعمل التحالف وفق بلاغ المنظمة على الإسهام في إرساء السياسات ضد التدخين والتوعية بالأخطار متاعه، هو يهدف إلى المشاركة في تنفيذ المبادئ التوجيهية لاتفاقات منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ وأعداد البرامج التوعوية للوقاية من التدخين والحث على الإقلاع عليه. زاد يعمل على تعزيز الالتزام بمكافحة التدخين والحد من الأخطار متاعه على أعلى المستويات الحكومية والمساهمة في إعداد الدراسات الوقائية وتعزيز البحوث حول الأثر الصحي الاجتماعي والاقتصادي للتدخين في تونس وتطوير الإطار القانوني لمكافحة التدخين وتفعيله. كما ذكرنا لكم ما يتألف التحالف هذه من 9 جمعيات تونسية هي اللي تعتبر النواة الأولى المكونة للتحالف التونسي ضد التدخين، هي الجمعية التونسية لجراحة الأورام والجمعية التونسية للوبائيات والطب الوقائي والجمعية التونسية للسكري والتغذية والجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية والجمعية التونسية أمراض القلب والشرايين وجراحة القلب وجمعية تونس للسلامة المرورية والجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل والجمعية التونسية لطلبة الطب وجمعية أطباء الأمراض الصدرية وحساسية الجهاز التنفسي بالوسط والجنوب التونسي. كانت آلة رئاسة التحالف هذا إلى أخصائي جراحة الأورام بمستشفى صالح عزيز دكتور حاتم بوزيين، وتشير الإحصائيات الرسمية اللي كنا تقريبا في كل مرة نتحدث لكم عليها اللي كانت أصدرتها منظمة الصحة العالمية إلى وفاة أكثر من 8 ملايين شخص سنوياً بسبب التدخين، منهم 2.1 مليون ملغوزمون بسبب التدخين السلبي، معناها مش الشخص في حد ذاته يكيف لكن يكونوا محاطين به أشخاص مدخنين وهذا ينجم يأثر عليه. في تونس نمشي بكم اللي هو التدخين يمثل زادة كيف إيفة كبيرة، نصف الرجال مدخنون، تبلغ نسبة المدخنين بين المراهقين اللي تتراوح الأعمار متاعهم بين 13 و15 عام حوالي 14.2% للفتيات و1.4% للفتيات، ويمثل سن 11 عام هو سن ابتداء التدخين. تجدر الإشارة إلى أنه 13200 تونسي يموتون سنويا بسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين واللي تمثل 20% من مجموع الوفيات. التقرير هذا كانت أعطته وات من عند وات المصدر متاع التقرير هذا، لكن كيف كنا تحدثنا حتى في وقت سابق فيما يخص التدخين اللي هو يكلف الدولة أكثر من 2 مليارات كل
كل سنة بالنسبة للتصرف على التدخين، لكن الأطباء قالوا أن هالكلفة تكون أكثر منها كيك. وهذا اللي أقرته منظمة، هذا اللي أقرته وزارة الصحة التونسية، لكن الأطباء أكدوا أن الشارج متاع مخالفة التدخين أكبر بكثير من الرقم اللي كانت صرحت به وزارة الصحة. إن شاء الله ربي يحمي الجميع، تحاولوا تسيسوا رواحكم من الناس الكل، خاصة تراقبوا صغيراتكم وتشوفوا الأعمار تقريبا انطلاقا من 11 عام. وإذا كان مش يتكيف ولا مش يدخل من عمر 11 عام، شوفوا التأثيرات الكبيرة على الصحة إن متاع صغيراتكم. إن شاء الله ربي يحمي الجميع. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء، لا يعلمها إلا المرضى. وهذه كانت زوم صوتية. زوم صوتي. احنا مازلنا مواصلين معكم المشوار في سانتي 5.0. بعد شوية يكون حاضر معنا دكتور المنظر الغزي باش نحكي لكم على فقر الدم الانيمي، شنو هي، هل انه يعتبر مرض ولا لا، وشنو الاعراض الاسباب وطرق العلاج. تليفوناتكم على 70 035 120 و 77 288 289. خليكم برانشي على 90 FM. سانتي 5.0. كان المفروض يحضر معنا دكتور منظر الغزي طبيب صحة عمومي باش نحكي لكم على فقر الدم والانيمي، لكن الغزمه تعذر على الدكتور لانه جاتو حاله تر انا اعتذروا مسد مستمعين على موضوع اليوم فقر الدم. سينو احنا مازلنا مواصلين معكم في سانتي 5.0 في مختلف الفقرات. وتوت سويت نمشيو معكم الزوم سانتي. زوم سانتي. في زوم سانتي باش نحكيو لكم، نعرفوا التحذيرات والاستعدادات حثيثة لموسم الحج اللي ما قعدش عليه برشا أسابيع، بالإضافة للإجراءات الإدارية اللي تضمن الاستعدادات جملة من الفحوصات الطبية اللي لازم يجريوها الحجيج قبل التحول إلى البقاع المقدسة، بداية بتلقيح كورونا والتهاب السحايا اللي يعتبروا إجباريين. بالنسبة لموسم الحج، فرض تلقيح كورونا على الحجيج ينضاف إلى تلقيح ضد مرض التهاب السحايا اللي يمنع، اللي هو المينينجيت، اللي يمنع دخوله المملكة العربية السعودية دون الحصول عليه. كانت فرضت الهيئة الصحية السعودية على الحجاج تلقي 3 جرعات ضد كوفيد 19. كان قال في الإدارة الدكتور شكري حمودة مدير عام الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي أنه باش يتم اعتماد الجرعة الرابعة بالنسبة للحجيج المتراوحة أعمارهم بين 60 و65 عام، وأثبتت الدراسات أنهم يعانيوا من هشاشة صحية مقارنة بالفئات الأخرى الأصغر سنة. كان أضاف حمودة بأن الأشخاص من الفئة هذه ينجموا يكونوا تلقوا الجرعة الثالثة قبل شهر فيفري، مطالبين بتلقي جرعة رابعة في صورة عدم إصابتهم بكورونا. تلقيح أخرى زادة منصوح بها بالنسبة للحجيج تضم قائمة التلقي هذه تطعيمات أخرى غير إجبارية، أما هو منصوح بها نظرا لأهميتها في الوقاية من الأمراض بالنسبة للحجيج. تعد القائمة 3 تلقيح، منها تلقيح الجريب اللي يقي الحاج بنسبة كبيرة من الإصابة بالعدوى مقارنة بغيره من الملقحين، ينجموا يلقوه متوفر في المستوصفات. القيمة متاعه تقريبا ما تتجاوزش 30 دينار، ويبلغ سعره في الصيدليات 50 دينار. في المستوصفات ما يتجاوز 30 دينار، لكن في الصيدليات ينجم يوصل ل50 دينار. زيادة ينصحوا بالتلقيح المضاد للمكورات الرئوية واللي يقي من المرض الناتج عن تغير المفاجئ في درجات الحرارة، واللي باش يكون الحاج عرضة ليه أثناء تحوله خاصة من مكان حار إلى آخر مكيف أثناء تأدية المناسك. كما تلقيح الثالث المنصوح به هو التطعيم المضاد للكوزاز تيتانوس. زيدا نعطيكم نصائح أخرى باش تضمنوا اللي تحليل PCR يكون سلبي ضد كوفيد 19 من بين الشروط الصحية المفروضة على الحجاج لدخول المملكة العربية السعودية، هو إجراء تحليل PCR يتم إجراؤه قبل 72 ساعة من السفر إلى المملكة السعودية. في الخصوص هذا كان زادت عاد دكتور شكري حمودة أنه يتقيدوا بالإجراءات الوقائية المعتمدة أثناء الانتشار الكبير لفيروس كورونا، وهذه خلال الأيام العشرة لتسبق إجراء تحاليل لضمان تحليل سلبي، ويتعين على الحاج ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمزدحمة، مع يحافظ على البروتوكول الصحي كما غسل اليدين بانتظام وتجنب الأماكن المكتظة
وماذا بيه ما يحتكش عن قرب بالأشخاص. يختم زيدا في الإطار هذا ممارسة رياضة المشي قبل التحول إلى البقاع المقدسة. وينصح الدكتور شكري حمود الحجيج بممارسة رياضة المشي قبل التحول للبقاع المقدسة هكيكا للتعود على قطع مسافات طويلة مشيا على الأقدام عند أداء مناسك الحج، خاصة للناس والأشخاص اللي يشكون من ضيق في العروق وذلك بهدف تلافي الجلطة القلبية. زيدا دعا إلى التوقي من ضربات الشمس، ونعرف احنا المملكة السعودية تكون أسخن برشا من تونس خاصة في التوقيت هذية، الإجهاد الحراري وحوادث الانزلاق، وشدد على ضرورة الاتصال بالبعثة الطبية التونسية اللي متواجدة في مختلف أماكن إقامة الحجاج التونسيين في حال الأحساس بأي أعراض. بيان سور التفاصيل هذه كنت تحدث عليها الدكتور شكري حمودة في أحد الإذاعات الخاصة، وأعطى بعض النصائح الطبية اللي تعتبر هامة وهامة جدا للحجاج قبل التحول إلى البقاع المقدسة. ونعرفه في حالة الطقس هذه اللي يبدأ سخون، إن شاء الله رب يكون حج مقبول وذنب مغفور للناس الكل اللي مش تمشي للحج في الأسابيع القليلة القادمة. وكنت هذه زوم سنتي. زوم سنتي، مازلنا موصلين معكم المشوار في سنتي 5.0. ما قعدش عنا برشا من توا حتى نص نهار، وقفة صغيرة مع الموسيقى ونرجعو لكم. خليكم برانشي على 93 مع نذكركم انتم في الاستماع لي سنتي 5.0. سنتي 5.0. أكيد احنا مازلنا موصلين معكم المشوار تذكيرا لموضوع غدوة في ألو دكتور. ألو دكتور، في ألو دكتور غدوة باش يكون ضيفنا دكتور هيثم البلايش طبيب الأسنان. دونك باش نحكي لكم على مشاكل الأسنان عند الصغيرات نتاعكم. نعرفوا برشا أولياء ديما يتسألوا ويطرحوا الأسئلة نتاعهم فيما يخص المشاكل نتاع الأسنان عند الصغيرات نتاعهم. هذيك علاش نقول لكم مرحبا بتليفوناتكم على 70 035 120 وإلا 77 288 289. إذا كان عندكم ما تدخلوا غدوة انطلاقا من 11 نتاع الصباح يكون ضيفنا دكتور هيثم البلايش طبيب أسنان عام. مرحبا بتليفوناتكم وبتدخلاتكم، زاد تنجموا تخليونا لي كومونتير نتاعكم واسئلتكم على الباج اوفيسيال فيسبوك. سينو احنا هكا نكونوا كمان ليميسيون تاعنا سانتي 5.0. نرجعوا نعتذروا للساده المستمعين خاطر المفروض كان يكون حاضر معنا دكتور منظر الغزي باش نحكي لكم على فقر الدم الانيمي، لكن مالوغوزمون تعذر على الدكتور جيتو حاله طارئه ما نجمش يكون حاضر معنا. هكا نقولوا ميرسي نوفل الشرطاني في الاخراج التقني للحصه، سينو احمد الشفار وسيف بولعريسي اللي امنكم الديجيتال، انس الهميمي في تنسيق مكالماتكم الهاتفية. شوية آخر تلقاو سيور بن حميدة في آخر الأخبار المحلية العالمية والجهوية، بعدها سهام حمدي في ريكاب ميدي، ماري منصوري كوتي ميكرو تقولكم إن شاء الله غدوة نتقابلوا في نفس التوقيت. خليكم برانشي على 93. على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم لجميع الاستشارات الطبية، تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 10:30 على الحياة فام في سانتي 5.0. صحتك بالدنيا.